هنعمل النهارده مشروب جامد جدا جدا للناس اللي بتعمل دايت. طيب تجيب زبادي بلدي من اي حته عادي خالص، ده تقريبا كان ب2 جنيه، وهتجيب صوص البلو بيري. صوص البلو بيري ده اصلا الماجيك ده كده كله ب10 جنيه، وفي بقى اللي هو الاكياس الصغيره ب2 جنيه، فانت جيب الاكياس ما تجيبش ده، يعني مع ان ده هيقعد معاك كتير جدا جدا، بس هات الاكياس عشان هتبقى اوفر. وتجيب الخلاط الجامد ده، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. هتجيب الخلاط، تفتح الزبادي وتحط الزبادي في الخلاط كده. طبعا اللي بيسأل طبعا على الخلاط ده موجود في صفحه اسمها فابريكا، بيتباع دلوقتي ب 109 جنيه عشان البلاك فرايداي والكلام ده. ولكن انا قلت لهم بقى انا عايز اعلي الليفل شويه، وعايز بقى اعلي ان يبقى فيه هدايا اكتر والكلام ده، فهم عملوا اللي هيطلب اثنين هياخد عليهم هديه. طبعا مش واحد ثالث هديه، ما هو مش بيوزعها يا صاحبي، يعني هديه هم هيختاروها. قلت لهم كمان انا عايز كمان انا كمان اللي اوصل، فلو انت طلبت الخلاط ده في القاهره او الجيزه، احتماليه ان هتلاقيني انا اللي بخبط دلوقتي على باب البيت وبوصل لك الحاجه كبيره جدا جدا، وتصور بقى ونفرح بقى كلنا، وننزل بقى ستوريز بقى وفولو على انستجرام بقى، ونعيش الحياه بقى يا جدعان بقى. فلو انت من القاهره والجيزه، احتماليه انك تشوفني انا اللي بوصل لك الاوردر كبيره جدا جدا. حطينا الزبادي في الخلاط، هنجيب بقى صوص البلو بيري. عايز تجيب كيس تمام، عايز تجيب الماجيك ده تمام، وهتقوم حاطط الجيله شويه حلوين. يوالي 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 يوالي. طبعا انا مش هحط طبعا سكر خالص خالص، وهعتمد على سكر الزبادي اللي هو مسكر كده شويه، وسكر الصوص البلو بيري. هتجيب شويه لبن عادي خالص، وتحط بقى برده عليهم تمام جدا جدا. هتقوم قافل بقى العظمه دي كده كلها، وزي ما اتعودنا نسمع احلى صوت في الدنيا. اديله ما ترحموش، اديله ما ترحموش. خلاط جامد قوي قوي. الحق العرض في البلاك فرايداي 109. والله العظيم انا محتاج اطلع في اعلانات تلفزيون. هتسيب بقى الكلام ده كده على جنب بقى الجامد جدا جدا ده، وهتجيب فين الكوبايه؟ الكوبايه بتاعتك، هتجيب الكوبايه بتاعتك تمام، وتجيب صوص البلو بيري تزينها كده بقى. اكادو من فرط الجمال، فرط الجمال ازول. تمام، زوقنا الكوبايه. وطبعا قلت لك طبعا انا قبل كده مش مستغني عن عيشتي في البيت هنا، ومش مستغني عن الخلاط بصراحه. فانا جبت كيس وحطيت فيه ثلج، وقعدت اضرب فيه كده لحد ما اتبشر. يعني انا غير مسؤول بالمره لو انت هتبشر الثلج في الخلاط ده او الخلاط بتاع امك، غير مسؤول تماما. هتجيب بقى كده حبه حلوين كده، حطهم تمام. ده كده بقى شكله. تجيب بقى العظمه ده وتصبه على التلج الجامد جدا جدا ده. صب بقى. يولا 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 يولا. اكادو من فرط الجمال. تمام، ده كده بقى شكله. ولكن عايزين نحط كده ايه التاتش بتاعنا. تقوم جايب الصوص البلو بيري، واديها كده من فوق كده، رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي. وبقى عندك زبادو بصوص البلو بيري، ما استخدمناش نقطه سكر حرفيا. ويعني انا شايف برده ان ده مش مسكر قوي قوي، هو ميزز شويه عشان البلو بيري يعني والكلام ده، بس هيبقى جامد جدا جدا. طبعا لو انت لقيت ده قشطه، لقيت الكيس الصغير هسيب لك الصوره بتاعته هنا كده، جيبه لان هيبقى جامد جدا جدا، وهيكفي معاك الليله دي كده كلها وب2 جنيه بس. شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 قبل نهايه السنه بيكو هنقدر. وده اللينك بتاع الانستجرام بتاعي، روح كده بس كده عليه، لان بقدم هناك عظمه كده وستوريهات كده يا باشا، بنبقى صحاب كده مع بعضينا والكلام ده. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.